السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي فولدر فيه مجموعة من الملفات، وليكن مثلا ملفات أوتوكاد، أقدر أعمل عليهم سيلكت ودوست هنا رايت كليك هتطلع لي القايمة دي. لو أنا دوست شيفت رايت كليك هتختلف القايمة، لأن هو جاب لي حاجة اسمها كوبي أز باس، هياخد المسار بتاع الملف ده كله. أقول له كوبي أز باس وأبدأ هنا أحطه بيست، هيظهر معايا بالشكل دوت. تمام. طيب أنا عايز بقى أخفي المسار دوت على أساس احتفظ بس باسم الملف، فاعمل كوبي واقول له ريبليس، وهدي له دور على الكلمه ديت واعمل لها ريبليس مع الكلمه ديت، اقول له ريبليس اول، فيبقى لي اسم الملفات.